أمينة اتفضلي. أمينة؟ ألو؟ أهلا بيكي اتفضلي يا أمينة. أهلا بيكي أستاذة نميس. أستاذة نميس ألو؟ أيوة سامعاكي يا حبيبتي. أنا عندي بس تعليقين بس، الأول إن حضرتك بدأتي الشو بحضرتك قلتي إنه الأسعار بتغلى وكده فبلاش إن إحنا يعني نشتري. لا أنا بقول ما بقولتش بلاش نرشد. نشتري قلت نرشد الاستهلاك. انا معاكي نرشد الاستهلاك دي حاجه كويسه جدا، التبذير وحش عامه بس يكون انا اللي مختاره مش طبعا أنا هو يعني مفروض عليا ان انا ارشد. لا هو مين هيفرض عليكي يا امينه؟ هتنزلي يا حبيبتي تشتري 10 كيلو تشتري كيلو ترمي الاكل، ده موضوع يخصك. انا بقول نرشد الاستهلاك لانه الترشيد ده يعني فضيله على فكره. انا معاكي. التعليق الثاني بس هو على مش موضوع السلع، هو على موضوع المترو لاني ما عرفتش اتكلم امبارح لما كان وزير النقل موجود. اتفضلي. هو بس انا معاه ان احنا محتاجين ان احنا مثلا نعلي التذكره عشان خاطر اطور من المترو، بس في جزء من الشعب مش هيقدر اصلا يستخدم المترو اساسا عشان احنا نصلحه. لما في ناس مش هتقدر تدفع السبعة جنيه دي عشان احنا اصلا نصلحه للناس دي الفئه دي. انا لازم ارد بس على القصه دي. اولا احنا ما خدناش اتصالات هاتفيه خالص وقت سياده الوزير عشان ما كانش في وقت، لكن هي مش السبعة جنيه دي مش التذكره لكل المواطنين، السبعة جنيه دي اللي في دي تذكره لكل اللي بيستخدم كل المحطات، ولو دفع اللي بيستخدم كل المحطات الاشتراك مش هتوصل التذكره لسبعة جنيه، فهتزيد عليه 98 قرش، فهو ده الفرق ما بين يعني. بس طبعا انا مستعد اسمع وجهه نظرك. امينه؟ طيب خلاص انا بس رديت بما ان سياده الوزير مش موجود. سياده النائب كنت تحب ترد على موضوع المترو؟ طبعا. احنا لو احنا شفنا مش هقول المترو هقول التوك توك اللي هو بيتركب بكام؟ يعني النهارده عشان تركبي توك توك داخل امبابه او داخل اي حته هتمشي 200 متر هتدفع لك 10 جنيه. النهارده لو احنا بصينا ان هو بيفكر في المواطن ولا بيفكر في المترو؟ لا بيفكر في المواطن. ازاي؟ انه خلق الاشتراك، الاشتراك بيقف بحوالي 2 جنيه ونص او 275. فطبعا بيوجه المواطن ان هو يكون مجمع مع الاشتراك احسن من القطاعي، احسن من المحطه، لان القطاعي ده يعني وبعدين 7 جنيه زي ما سعادتك قلتي بيركب كل المحطات بياخد 3 جنيه. طيب.